مع حنا عند الجميل الحبيب اللي يحبه واحب محتواه ابو فهد سلطان المرواني ونعم الرجل. الله يحييك. اول شيء تسلمني على والدتك السلامه كثير. والدتي ترى هي اللي عرفتنا على بعض. الله يسعدك. الله يسعدك. هذه العطره يا ابو غازي ما شاء الله نبته مشهوره في المدينه من قدم الزمان، ابغاك تكسرها وتشمها واهل المدينه يسوون منها شاهي، وهذا المحل اصلا اسمه على اسم النبته. ما شاء الله ما شاء الله. حياكم الله يا شباب. جاء في محلك ابو غازي الشاهي. أوه. يعرف جو، يدريني من امس من يوم مشيت من جده ما تقويت شاهي. يا اهل المدينه واللي زايرين المدينه، انا بيكم تزورون محل عطره. يا اخي رغم البساطه والاشياء الجميله اللي فيه، فيه نكهه، فيه طعم لعشاق الماضي واللي يحبون الماضي. انا اشوف انك لو تجرب شاهي عطره ما راح تجنب عينه نهائي. الله يبارك لصاحب هالمكان يا جماعة ويرزقه من حيث لا يحتسب. صراحة وبكل أمانة من أفضل المقاهي في المدينة المنورة. ما شاء الله تبارك الرحمن عطرة. خرجنا يا جماعة من المدينة المنورة على طريق تبوك والعلا لمكان اسمه مندسة، مجمع استراحات على ذمة الراوي أبو فهد، فأكيد له قصة. وهو مشينا فالمندسة هذا نبى نوقف ونشوف وش علمها. بسألك ليش سموها المندسة؟ المندسة يقال، شوف يا أبو غازي، هذه اسمها ذي خشوف في التاريخ. يوم الدولة الأموية سقطت أمراء بني أمية جاهم الذبح من العباسيين من المدينة، فطلعوا واختبأوا في هذه المنطقة، ويقال إنها سميت بالمندسة. ندسوا فيها. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا 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 يا وحي. يا هلا يا مرحبا يا هلا. حياك الله يا مرحبا. حياك الله. هلا هلا حياك الله. حياكم الله يا مرحبا. حياك الله. حياك الله. تبقى على مر الزمان مضمون. تفضل تفضل. الله حيهم. ابو فهد الله يكثر خيركم، احنا نبغى موعد فرصات تسيرون علينا في البراد، ونبغى نسوي لكم شيء مصفوف. يقول لك في مثل يرى يجي للرجال هذا الشال من ملذ وطاب، الليمون والحبحر والتين والكاكا، والله ما ادري وش غيره. لو مدحته انت والله ما تذوقه، بس عاد ان مدحته ودخل قلبي كلامك. الله يسعدك. هذا طال عمرك كله طعم عشان يجيبك. اي والله. الله يسعدك. والله يجيبك يا ابو. انا جيل الرجال الطيبين اللي مثلك. والله ان نوماس وشرف. يا ابو يا ابو سعود كم انا جايب بالسياره طال عمرك للشباب كلهم. اسلق والبوريد اللي معه والله غير يسوي لي نافيه من الديره. يجيني ضيف. حياه الله. كم لك التابع؟ يا ابو سعود كم لك التابع يعني؟ والله يا ابو من بيت السناب. شفت من رحله جيزان مع غازي. اي. من ايامه. وش الشيء اللي ما يعجبك؟ يوم انك ضحيت ببعض الامور. وش الشيء اللي يعجبك؟ والله يا اخوي كل ما هو جميل طال عمرك الانسان لا سار القبول من الله. بعضهم والله لو عنده اللي عنده ما تتابع. هذا الصح. عندنا في الوقت ما يميل ولا ما يميل. يميل. يقول هل لي لاعب فيها الزمان وذنبه. طيب. الحمد لله محتسين العزم والصبر الجميل، العزم والصبر الجميل نعيم به ونعام به. كفو. ابرك على روس ركبي واقوم بالحمل الثقيل، حمل الا والشده على ظهر الجمل ما قام به. طيب صح لسانك ابو غازي. ابدانكم بيض الله وجيهكم يا عيال ان شاء الله. شيخ محزم كفو. ان شاء الله رحله كانت خفيفه لطيفه. نعم. علينا وعلى المتابعين. ما انتهت ما انتهت. انا الشيخ انا اللي قرر. قرر. نعم. والله لو اقول لك طلعني من المدينه ودني جده ما تدري وين. جوجل ماب اطلعك من المدينه وديك لجده. جوجل ماب الشيخ غير جوجل ماب. غير بس ما عندي. انا باك على النجوم يا غازي مطيري، تقول شرق غرب جنوب شمال. ما تعرف ترى النجوم الشمال. تعرف حاجبك الايمن حاجبك الايسر؟ ايه هذا حاجبك. طيب ليه مسوي نمص؟ ولا مشقر؟ يا ربي ارجع ورا. بروح اوديكم جده ان شاء الله. يبنى ثلاث ساعات معك ياسير، تنبعدها يا ابو عمر ودعتك السياره هذه انك تسلمها مكتب التاجير مره ما عليك، ثم بلقى طرنجي ولوح في ظهر الثم على اهلي. ها
رنجك الحين لما جبت من يا ابن الحلال اصابت من الرخامه تعرف انا تصيب من الرخامه في الاسبوع مره صدقت وجت على الرنج ما هي بمره لا والله ما هي بمره لا والله جت على الرنج لا والله ما هي بمره وقلت انا وانا مغطي للمدينه ودليت من الحجاج صح. ودليت صح صدق والله من حقك يا والله ثم هذه انت ثم ماذا قيمت عماره يا ابو تيمي صرني شاري لي بيت ترى بس متحرك لا تحسب من لعبيه واطف الناس انا هعرض بالخطوط من اللي كل الناس كل الناس اللي معها الرنج تمشي الرنجات الرنجات تمشي يبي يقول رنوج بصير يا اخي انت تفهم من النظره كان بيقول رنوج يلوموني في الرجاله مثل ما قال لو كذا ولو كذا نو كذا نو كذا السنه الاخرى وصلنا اللهم لك الحمد السياره السريه خلاص ما عاد الا طلب ثلاثة الهدى واخذت لي من ستاربكس يا الربع ما ذقتها اليوم ثم احس اني دايخ هذا ضربي وانا ما تقهويت يعني العلم لو اني متقهوي بسم الرحمن واتوكل على الله اخر مرحله في الطرقه هذه اللي هي من جده على الطائف جبتها صح المره هذه بالسيارة السرية توكلت على الله والله لا يقدمنا شر ولا يأخرنا له ودعواتكم لخيكم شوفكم على خير والله اني اخفف والله اني اخفف ما اعيش غير حاجات خفيفة على السريع ولد الرشيق نعم